لا تنسى اشترك الآن. السلام عليكم، أنا أخوكم مصطفى. عندي مجموعة من الإخوة والأصدقاء أصحاب، كاين فيه اللي يؤمن بأن العمل الخيري، العمل الجمعوي الخيري، هو عمل ترقيعي، مجرد عمل ترقيع، أعمال ترقيعية ولا نشاط ترقيعي لتقصير الإدارات المعنية بالشؤون العامة، شؤون الناس. وفيهم أيضا، منهم أيضا من لا يستطيع أن يفصل ما بين العمل الخيري اللي تقوم به الجمعيات الخيرية وما بين العمل السياسي وانتماءاتها السياسية، ودائما فيه شك وريبة من أنه كل الجمعيات الخيرية المتواجدة في الميدان عندها أطراف وعندها انتماءات سياسية وتخدم مصالح سياسية حتى وإن كانت غير واضحة وغير ظاهرة. وهذا مشكل في الحقيقة، مشكل عادة ما نتناقشوا فيه وعادة ما نتجادلوا فيه. ولكن اليوم راني جايب لإخواني اللي يؤمنون بهذه النظرة، وعنده شك كبير في 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 حقيقة ودوافع الجمعيات، المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، العمل الخيري تحديدا. نجيب له اليوم مثال ماذا بيا يركزوا فيه مليح ويشوفوه ويتابعوه. وهذا المثال تاع إنسان بسيط، إنسان باكستاني بسيط، ولكنه بالنسبة لي نموذج يستحق الدراسة بتمعن. وأكثر من ذلك، لو قدرنا صح نستنسخ هذا النموذج ونديروه عندنا، كان يفرق كثيرا ويغير الكثير من الأفكار، وغير الكثير من واقع الحال في العمل الخيري عندنا في مجتمعاتنا. نخليكم مع هذا النموذج وهذا الإنسان اللي في الحقيقة هو توفي منذ مدة ليست بالبعيدة، فرحمة الله عليه. يجلس عند قارعة الطريق في كراتشي لجمع المال، غير أن هذا الرجل ليس كغيره من المتسولين. إنه عبد الستار إدهي، مؤسس أكبر منظمة خيرية في باكستان وإحدى الشخصيات المفضلة لدى السكان. وقد نجح هذا الرجل بمفرده في البداية، ثم بمساعدة زوجته بلقيس، في إنشاء عيادات توليد ومشارح ومراكز إيواء في كل أنحاء البلاد من خلال التبرعات حصراً. يسعدني أن أرى اليوم أن الكثير من الناس يحترمون البشرية، وأشخاصا عدة يولون اهتماما بالبشر. القصة بدأت من معاناة شخصية، إذ كانت والدة إدهي تعاني من الشلل ومشكلات نفسية، ولم تكن العائلة تحظى بأي مساعدة حكومية كفيلة برعايتها. فقرر إدهي معالجة هذه الثغرة الاجتماعية بنفسه، وافتتح في بادئ الأمر أول مستوصف صغير، ثم نجح في أواخر خمسينات القرن الماضي في جمع ما يكفي من المال لشراء أول سيارة إسعاف. وتعد المؤسسة اليوم 1500 سيارة إسعاف تسمع صفاراتها في كل أنحاء باكستان إثر الهجمات الكثيرة التي تهز البلد. ويرتكز عمل إدهي على مبدأ بسيط، وهو مساعدة الجميع بغض النظر عن الاعتبارات الدينية أو الإثنية أو الاجتماعية، وهو ما جعله عرضة للانتقاد والتهديد. ثمة أشخاص ضيقوا الأفق، أشخاص محافظون لا يستلطفوننا ويريدون أن نعمل لمصلحة المسلمين فحسب، وتحديدا من أجل جماعاتهم. في 88 من العمر لم يعد إدهي قادرا على إدارة مؤسسته، فسلم المهمة إلى نجله فيصل. وتضم المؤسسة اليوم 17 مأوى تحتضن أكثر من 5700 شخص، من بينهم سهير التي تساعد في رعاية أطفال الميتم حيث ترعرعت، سائرة على خطى بلقيس وزوجها. لولاهما لما كان لحياتي معنى، ولربما كنت في الشارع. أتطلع حقا إليهما وأرغب في أن أكون بخدمة الآخرين. وقد رشح إدهي مرات عدة لنيل جائزة نوبل للسلام، آخرها هذا العام من مواطنته ملالا يوسفزاي الفائزة بالجائزة. أما هو فيعيش حياة زاهدة بعيدا من الأضواء، لا يلبس سوى رداءين بالتناوب، وينام في غرفة من دون نافذة. لا تنسى اشترك الآن.